السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان مبارك سعيد، وكل عام وأنتم بألف خير. إذا أعجبكم الفيديو المرجو الضغط على اللايك وعلى الاشتراك وتفعيل الجرس للتوصل بالمزيد دائما. إن الحمد لله تعالى، نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن الله عز وجل اختص شهر رمضان بخصائص عظيمة عن غيره من الشهور، فهو شهر الصيام والقيام والقرآن، وشهر الجهاد والانتصارات، شهر الجود والخيرات والبركات والنفحات، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم الخير كله. وفيها لله عز وجل في كل ليلة عتقاء من النار. ومن أفضل أيام وليالي هذا الشهر العشر الأواخر، التي فيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. فما هو فضل هذه الأيام العشر؟ وما هي الأعمال المستحبة فيها؟ وكيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه الأيام العشر الأواخر من رمضان؟ ليلة القدر هي الليلة العظيمة التي شرفها الله سبحانه وتعالى بقوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. من أعظم الفرص في هذا الشهر الفضيل الحرص على ليالي العشر الأواخر من رمضان، فإن لم يكن فعلى الأقل ليلة 21، 23، 25، 27، 29، لأن ليلة القدر لم تتعدى إحدى هذه الليالي، كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. فللاستعداد لليلة القدر لدينا أولا الصلاة، مهم جدا أن تؤدي صلاتك على أوقاتها خلال النهار، وأن تؤدي السنن الافتراضية والصلوات الاختيارية، ويجب أن تؤديها بقلبك وتخلص فيها لله عز وجل. ثانيا الاستعداد الروحي، يجب أن تعد روحك لهذه الليلة بالابتعاد عن ما يغضب الله وترك المعاصي، وتهيئة روحك لذلك بقراءة القرآن والتفكير بالعبادات فقط. فكما أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مأزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. وفي رواية لمسلم عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. وخرج الحافظ أبو نعيم بإسناد فيه ضعف عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شهد رمضان قام ونام، فإذا كان 24 لم يذق غمضا. والآن لقد أحضرنا لكم أدعية لليلة القدر فيها توبة نصوحة ولا ترد إن شاء الله.
اللهم إنا نسألك في هذا المقام المبارك وفي هذه الليلة المباركة أن تكتبنا من عتقانك من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وسائر قراباتنا من النار يا عزيز يا غفار. اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه وغفرت له زلاته وآثامه وأمنته الروع يوم القيامة وحرمت على النار جسده وعظامه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعيب مستور وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفور. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربة إلا نفسته، ولا غما إلا أزلته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. شكرا لكم على المشاهدة.